كابتن سعيد، اي شخص بيوصل لنجوميه كبيره قوي من اول ما كنت في بداياتك كلاعب كوره عايز تلعب لسه لحد ما دلوقتي وصلت مدير كوره في نادي الاهلي، ما بينساش بداياته، ما بينساش مين وقف جنبه، مين وقف ضده، مين ما كانش معاه، مين كان دايما معاك، او الشخص اللي اول ما نقول ايه ده اول واحد زقني اول زقه. طيب يعني دايما بقول لك من قناعاتي انا شخصيا ان الناس بتكمل بعض، يعني في البدايات والاهداف اللي عايز تحققها بتقابل ناس كتير من نوعيات كتير بافكار كتير، فيهم الناس اللي بتساندك وبتساعدك بحب شديد جدا، وفيهم ناس بتبقى بتقع في طريقك وربنا بيسخرهم ليك، وممكن ما يبقاش من دمك ولا من لحمك ولا حاجه، لكن بيبقى في حاجه ربانيه كده فبيساعدوك. يعني مش عايز اقول شخص بعينه عشان ما انظلمش ناس، لكن بدايه من الاسره كان والدي الله يرحمه، والدتي واخواتي كانوا واقفين جنبك طبعا، ما حدش يعني فيهم قال مثلا احنا معروف مثلا ساعات لما بيكون عندي ابني بيلعب كوره وكده، لا انا خايف على دراستك ركز فيها، الام لا ما تنجحش ما توصلش. ممكن في العصر ده، في العصر كان ده المفهوم. يعني كان خلينا في الدراسه، وبعدين خلي بالك انا كنت شاطر شويه في لحد المرحله الاعداديه يعني لو في الثانوي ايه اللي حصل؟ في الثانوي، في المرحله الثانويه اهتميت اكتر بالكوره يعني، وبدا الاثنين يتعارضوا مع بعض شويه، اخذت من 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 وقتي ومجهودي كتير. وبعدين رحت كليه التربيه الرياضيه، كان نفسي اخش هندسه، ومن وانا صغير كان عندي شغف انك تكون اخش كليه هندسه، اخش كليه هندسه، لكن والدي والدتي اخواتي بعد كده ناس قابلتني في طريقها او انا قابلتهم في طريقي، ساعدوني بشكل كبير جدا جدا بدون اي مصلحه وبدون اي نوع من الحاجه الايجابيه اللي تعد لهم، لكن كانت حاجه ربانيه طبعا، ختاما بمراتي واولادي يعني. قولي لنا مين اللي استقبلك اول واحد في النادي الاهلي في ايام الاختبارات في الاول خالص؟ مدربين ولا ولا لعيبه؟ احكي لنا. مدربين طبعا في الاول. بصي يعني احنا عايزين مدربين ولاعيبه، بس اكيد مدربين الاول. انا حصلت معايا حاجات في الاختبارات دي وحياه ربنا تحس انها مثلا ولا فيلم سينمائي. ايه هو حياه ربنا مره واحنا في الاختبار الاول فهم كانوا بيدينا استمارات كده، الاستمارات دي لما تنجح تمام، كان كابتن السايس الله يرحمه كان هو مدير قطاع الناشئين في الوقت ده، بعد شهرين طلع مسك الدرجه الاولى، لكن في الوقت ده اللي انا رحت فيه 86 كان هو مدير قطاع الناشئين فتره صغيره كده، وبعدين طلع الدرجه الاولى او الفتره اللي انا حضرتها يعني. فكان النظام ان هو يبقى قاعد في الشمسيه كده لوحده، وبقيه المدربين كان كابتن مصطفى عبده والله يديله الصحه، وكابتن ماهر همام، كابتن حسام البدري، كابتن مصطفى، كابتن رمضان السيد، بيبقوا قاعدين كلهم مع بعض كده وهو قاعد لوحده. فتنزل للمجموعه، وبعد ما تخرج من المجموعه يعني يروحوا يتكلم معاهم شويه، وبعدين يختاروا اللي هم اختاروه، وبعد كده الباقي بيمشي. فالاستماره كانت عريضه كده شويه، اللي مكتوب في اليمين مكتوب في الشمال. اوكي تمام. فهو لو قطع الاستماره واداك نصها وخلف النادي نصها، انت هتيجي الاختبار الثاني. تمام. فانا من الساعه 7 يعني لحد ما بقت الساعه 11 ما حدش لا بينادي اسمي ولا من 7 الصبح 7 الصبح ل 11 لسه الصبح. كان عم حسين عفيف الله يرحمه كان هو المسؤول على التنظيم المجموعات. فيعني الاف موجوده، ولاد كتير جدا موجودين. فانا وانا مش فاهم بقى، الراجل جاي من الفيوم يعني البس شورتك وانزل على طول. فمش عارف ايه اللي هيحصل يعني، هنزل امتى؟ طيب الاختبار بتاعي هيبدا امتى؟ مش عارف. فخدت الاستماره بتاعتي وقلت اروح للراجل الطيب اللي هو قاعد لوحده كده، كان كابتن سايس، فوشه كان بشوش الله يرحمه. وانت مش عارفه هو مين ده؟ لا ما كنتش عارف. رحت له فقلت له انا عارفه بقى الافلام العربي بالظبط كده، هو مش مديني فرصه اكمل يعني. فبقول له انا، يقول لي عايز ايه؟ فقلت له اصل انا، قال لي هات الاستماره دي. فشاف الاستماره فراح قايل لي جمله غريبه جدا انا ما فهمتهاش الا بعدين. قال لي طب ما انا قلت لك تيجي بعد بكره. فقلت له حضرتك؟ قال لي هات هات. فراح كاتب الاختبار الثاني، انا ما اختبرتش الاولاني اصلا. انا ما اختبرتش الاختبار الاولاني اساسا. ده لوحدها كده؟ لوحدها كده، ما اعرفش ليه. فطلعت لاخويا اكني بقى يعني مطرود من الملعب. انت متخيل كده؟ انا لا، هو قال لي كده خلاص تعالى بعد بكره. فخلاص يعني انت هتجادل حد بقى اكبر منك وانت مش فاهم حاجه اساسا، يمكن النظام كده مع اني شايف كل الناس بتنسى. فلما طلعت لاخويا قلت له، قال لي ايه انت طلعت ليه؟ فقلت له مش عارف. هو قال لي تعالى بعد بكره، وكتب لي الاختبار الثاني. فلما جيت الاختبار الثاني اكتشفت
انا اسمي سيد محمد محمد. اه تمام، عبد الحفيظ. اه في ولد اسمه سيد محمد محمد ابراهيم. اوكي فاهمه؟ ايوه. فانا قبل ما اسال كابتن سيس على طول كان سيد محمد محمد ابراهيم ده في المجموعه اللي قبلي ونجح. تمام؟ اوعى تقول اه والله تشابه اسماء. فتشابه اسماء تشابه الاسماء ده هو كان لعيب كويس على فكره، وراحت ترسانه بس يعني بعد فتره كنا بنتواصل شويه، وبعدين مع يعني ما اعرفش بقى يعني لو موجود يعني بيسمعنا ربنا يبارك له يعني، ولعب معانا شويه بقى. فاكتشفت ان هو الراجل اشتبه عليه الاسماء شويه، فهو لسه كاتب سيد محمد 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 ابراهيم الاختبار اللي جاي، فشك في نفسه بقى ان هو ما كانش كتب ان هو عدى الاختبار الاولاني فعاد تاني معايا يعني. أوه. ده كان الاختبار الاول. بعد كده قعدت بتاع حوالي شهرين استهلكت فيهم جدا جدا. كان الاختبار بيبدا الساعه 8، المواصلات كانت صعبه. طرق طبعا مش زي دلوقتي خالص. عندك شبكه طرق فظيعه ما شاء الله دلوقتي. زمان كان طريق الفيوم ده رايح جاي، بتصحى الساعه 4 الصبح. والدتي الله يديها الصحه كانت تصحيني. وبعدين انت كل يوم كنت بتيجي من كل الفيوم؟ كل يوم اصحى الساعه 4 تلبس تصلي، وبعد كده تقف بقى على الطريق تستنى عربيه لحد ما تيجي عربيه في الهواء اللي بيبقى في ساعه الفجريه ده. لكن مشوار مش سهل يعني. طب احنا كده ما كناش برضو على الكباتن. كابتن حسام بدري اول واحد مرني في النادي. اه انا كنت تحت 12 سنه. بعد كده كابتن رمضان السيد. بعد كده كابتن مختار مختار، كابتن عوضين، كابتن ابراهيم عبد الصمد، من الناس اللي فضل عليها كبير جدا، كابتن احمد عبائي، الناس برضو اللي فضل عليها كبير جدا. على مستوى المنتخبات كنت محظوظ ان انا اتمرنت مع شخصيه بعقليه كابتن حلمي طولاني. مين اول مدرب طلعك او صعدك للفريق الاول في منتخب الناشئين؟ كابتن سيد طباخ اول مدرب. اول مدرب من الـ من الـ من الاجانب كان هولمان. انا سمعت حاجات في الموضوع ده. يعني انا سمعت ان هو مثلا كنت انت بتلعب في مكان في وكان دايما يحطك في مكان تاني. حصل. كان بيبقى احساسك ايه؟ لا هو انت عايز العب؟ انا عايز العب، انا عايز احط رجلي، عايز ابقى موجود في الصوره، انا عايز ابقى موجود في الصوره، عايز اتحط في الصوره، وبعد كده بقى يعني اشوف بقى يعني اتصدر الصوره. المهم ان انت الاول تبقى في الصوره، وده تفكير سليم يعني. ان انت تبقى الاول تبقى موجود، تبقى من ضمن الناس اللي موجوده في الكتاب يا حبيبي، خليك موجود في الكتاب. وبعد كده بقى اشوف تصدر المشهد، خليك في المقدمه انت وشطارتك. بس الاول خليك في الصوره. فانا كنت بطلع في الدرجه الاولى. فالمكان اللي كان موجود في الوقت ده كان الثلاثه اللي في نص الملعب كانوا جبارين. كابتن هادي خشبه كان في عز حالاته وكان جبار. هشام حنفي كان عامل موسمين ما فيش احسن من كده. كان موجود طبعا قيمه زي كابتن مجدي طلبه، كابتن اسامه عرابي، كابتن رضا عبد العال، كابتن وليد صلاح الدين. انت بتتكلمي في اسماء. تفكر انك محظوظ انك كنت مع الناس دي ولا محظوظ كان لأني اتعلمت. ولا كانت حاجه في الاول بتخوف؟ انا مش الناس جامده قوي فانا مش هبان. محظوظ ان انا اتعلمت منهم حاجات، وخصوصا بره الكوره كمان، مش في الكوره بس يعني، خصوصا بره الكوره. لكن كان بالنسبه لي محظوظ في حته تانية بقى، ان انت عايز الشغل اكتر، عايز تشتغل على نفسك اكتر، عايز تبين نفسك اكتر، عايز تجتهد اكتر، عايز تضحي بره الكوره اكتر. يعني الناس بتاخد الكلام ده سهل. لا مش سهل خالص. ده دي اكله، تضحيتك في اكله تساعدك يعني. في واحد جسمه ممكن يكون بيتخن بسرعه فيضحي عشان يحافظ على نفسه. ثقافه ان انا عندي تمرين بكره فنام بدري. ثقافه ان انا اروح بدري، اروح في التمرين بدري. انت مش راجل مش بتاع بريد، انت مع احترامي الكامل ليهم طبعا يعني هتوصل الجواب وتمشي. لا انت رايح في حاجات كتير جدا تتعلمها، في حاجات جدا تشوفها. طب مين اول واحد كان جنبك قوي واداك نصيحه ووقف جنبك في اللعيبه الكبيره؟ لا كتير والله، كلهم. اول واحد استقبلك في النادي ده في الفريق الاول تقصد؟ في الفريق الاول. في الفريق الاول لما طلعت كان كابتن سبت البطل وكابتن وهولمان قال لي جمله انا فاكرها كويس قوي. كابتن احمد ماهر الله يرحمه برضو، هولمان قال لي اوعى تفتكر. كان هنلعب ماتش في اسوان في الدوري يعني. لعبت في الكاس؟ لا انا عايزه من اللعيبه زمالتك. فكابتن ماهر كابتن مستر هولمان قال لي كنا هنلعب اسوان. فقال لي اوعى تفتكر ان انا لعبتك النهارده. انا لعبت اساسي في الماتش ده، وده كان ماتش دوري يعني. كنت بلعب في الكاس بحكم ان الدوليين ما كانوش موجودين، لكن ده اول ماتش العب اساسي بقى في الدوري. واسوان في اسوان في شهر 5 ده صعبه يعني. فقال لي اوعى تفتكر ان انا لعبتك اساسي عشان نواقص عندنا وبس.
انا بتابعك بقالي 22 يوم يا مدير الفني بيقول لي فادائك ما اهتزش يوم خالص في ال 22 يوم، ادائك برتم واحد ومنتهى الجديه وده اللي خلاني لعيبتك يعني. ففهمت كويس ان الراجل بيتابع التمرين فلازم تشتغل على نفسك. في اللعيبه كان كابتن محمد يوسف قال لي جمله برده حلوه جدا الصراحه، برده ما انساهاش ابدا. انا لما بدات العب كنت بلعب في ماتشات الكاس، فهم كدوليين مع كابتن جوهري كانوا مش موجودين، فلما رجع قال لي تعال انت اسمك ايه؟ فقلت له فلان فلاني وبتاع ومش عارف. فقال لي انا حاسس ان انت بتتمرن معانا مثلا بقالك 6 7 شهور يعني، مفيش قلق مفيش خوف يعني، مفيش الخضه اللي هي طبعا الاسماء اللي معاك تحترمها وتقدرها لكن في نفس الوقت انت بتعبر عن نفسك، بتعبر عن شخصك، بتحافظ على السنين اللي انت تعبتها في الناشئين تمام، وبتحلم بمستقبل، فهتخاف من ايه؟ ده انت بتهزر.